الزولة أيتما سويتما ذوك السديان تا يغيرين خوفر الانتخابات يغيرين دي 7 أكتوبر إديوسين أمسور موسى نتديري خليستا نيغ الكوطا إحودريين خمانية أكينغ أثنين تمارين أكينغ السيورند خيارة كينغ مسا سميرة محيا تمغناس تيزرفان انتمغاض ذا مسا حدك شون انتاث زي وكبر التجمع الوطني الأحرار أرقت زي كنت أكيد نغذوك سدية ذا مزوارو مسا حدا انسن مخ التوسا لائحة نعري من نغي حذريين أزول ردنتيني مخ أمي 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 دنيقا لائحة ومتسمى لائحة الشباب يعني الدستور 1911 يسكر يد المجموعة 2011 الدستور 2011 يويد يد المجموعة ديال الآليات باش الشباب أي يكشم ستورين سياسة يكشم سوسيس سياسة يقول أنت ينخرط يكون فاعل من بين الآليات كاين البزي الاستشاري للشباب اللي مازال مثلا قوانين تنظيمية وتتسيتي وسكرنت تلا نان ما نسكر اللائحة زون اللائحة النسائية باش شبابان أدس نسامح يكشم سواليد سوسيس السياسة أي ينخرط ولا نتاغ العمل السياسي زود أشكو ينخرط بزاف العمل الجمعوي يعني الدولة تظهر باللي الشبابات يسكر بزاف ديال الأعمال بزاف ديال سميتو العمل الجمعوي إيجابي بزاف العمل الجمعوي إذن علاش أوريك شمس العمل السياسي يسكر كيس نفس التوري اللي يسكر العمل الجمعوي أش تسكر ولا العمل السياسي إن ما نسكر ما نسكر هذا لائحة الشباب قسني 30 من الشاب أنظر ما رد فكين المستقبل إيس ريالك العمل الإيجابي نغدو ريالي واخا مسا وذ ما يد وش غواري سميرة سميرة شم ديشتن رد شما زيدين غي يمكن غامي جوسية تضفارض السياسة قيل المغرب وانت سرتيت مش توريد شميش تنتاح ودريت ليست يعني الكوطي وشين يحودريين لائحة نغ الكوطية لائحة الوطنية يجان يعني عقد كي ذاك سيج مجموعة الشباب 30 الشباب يعني 30 حذريين كي انتخابات 2011 انت في الحقيقة مرة نخسان السيور انت في الحقيقة غير دستورية لحقاش كي دستور وكشي شي الفصل ديس جاني السواخ اللائحة الشباب انت ديج التأويل نيغ اجتهاد مران خسانيني يمجموع عن الفصول نيساور نخ المشاركة السياسية الشباب بالطريقة مكسن غاني قد ندمج الحياة السياسية خاصة انه مران السن بإلى اللائحة يان الشباب ثانتي دوسيد جيجن السياق يريد جان سياق يعني سياق عالمي يريد جيجن حراك المنطقة يعني سواء راقي المغرب الديمقراطي سواء راقي الشرق الأوسط بعد يوضع نغرى منين شنين فوقن الشباب 20 فبراير الى خصك يعني المغرب هذيك اصلاحات مجموعه الاصلاحات وعاود يفكا كي مخس غايك هذه دمج الشباب كي السياسه اذا فكان كي الاليه ثانيتين اللائحه الوطنيه مع انه شنين كي الوقت النير الدستور وخاص يسير شي اللائحه الوطنيه انت تاف المبررينس ما راه خصنا نسيور يعني نيشان المبررينس انت تفق ديال المغارين وتفق شي الشباب ما الشباب كسني وثمان اي وثمان سنين ديج فئه عمريه وتجين شي النوع اجتماعي انت اللائحه الوطنيه نيغ الكوطا الكوطا تفق ديال المغارين باش كس الحيف اني نيغ اللي تجي نخدم غارين اي مين تي اني تفرينا ندي مغارين وانت تيجي شي دورن اضوضنت يعني غا غا البرلمان قاع المجالس المنتخبه غا من يكمل اذا انت تغاس المبررين انه هو تريد مغارين الشابات ماشي وثمان اي وثمان شنين اذا انت قال المغرب مرا مخنسن الاغلبيه القاده امقرانا القاده الاحزاب اثنين ودفنا مارسن السياسه ديم زيانا الشباب سواء القاده الاحزاب ني قاع المناضلين يعني سواء داخل الاحزاب ني عبر الاحزاب يريد شي شي مانع ثقافي ني مانع اجتماعي يجي جاني تيجي الشباب وتدفن شي مارسن السياسه عماص
المشكل يعني من اللي تخصك اللي توامقين الآلية الصحيحة من اللي تخصها إلى تخصها الأحزاب يعني الشباب يا إما نخرطن الأحزاب السياسية نخرطن يا إما الأحزاب السياسية حتى الآلية يعني الآلية من تخصك اللي توامقين هو الأحزاب الاثنين أخزان أخزان ما كان المشكل السيد في الشباب كيسن أخذ من قل هيا كيلنسن أكيسن وديشي يعني وديشي عبر القطن الشباب عبر القطن الشباب كي جنتم غارين تفخشي وثمان واخا ولكن غير واش استدت على اساس واقي نفس السياق ما غا مثلا تتمشنا ثلاث فضيت مغارين ونثنين اغلبيه انت ولا اثنين داعيه زين خص ما غا الاحزاب وسنتاز زم تصغار اللي غاسنتوش يحضريني غريبا باش هذا وضن زي الاحزاب انسان تخدم من دي الاحزاب نظن باش هذا وضن ولكن وليني غير مرد يعني الاسباب اللي تبي الاستاذه درس صحت 100% وليني خصها غنزر الجو يعني الجو العام السياسه ختمت زيرت رنف بان الشباب التمغارين ورفتون الاحزاب السياسيه ورا قست نخرط ورا تشارك نورين اشكو ماخ مورين اشكو ولا الشباب ورا نتفاوني خفاوني نزن غير برامج الاحزاب اذا المسؤوليه اذا الاحزاب غير بلاتي غير بلاتي غير تحمل المسؤوليه هي تحمل المسؤوليه ولكن غير نتني ورا نتفان يخفاوني نزن غير الاحزاب السياسيه ورا نتفاو يخفاوني نزن غير السياسات العموميه فهمتي راه كيتيني يخفتي غير الحزب السياسي يسكر تضيع الوقتينو ولا دربح والو يسكر كلو غندلها نوين نكي هنوري اذن ما يسكر الشباب عرفتو فهمتيني ولا انت فاني خفوني نسنا خت غري ولا انت فاني خفوني نسنا خت غوري ولا انت سند كلو من كلو السياسات العموميه الشباب ولا ديسي انت فاي خفنت هذه الظاهره يد ديال العزوف من الشباب ودار الخط اللي غنكون يعني راه انت ولا الدول الديمقراطيه غير كاد الا دارت مشكله راه انتفت واحد المجموعه ديال المقالات راه انتفت غلو موند راه انتفت الجرائد الكبيره ولا نتني راه كنتي ودي اسمح لي اودي الشباب هاني الا درنا مشكل الا درنا واحد الا درنا يطمضون يا المعضله هنا الشباب ولا تيرينا داك الشمس الاحزاب السياسيه فاحنا في بحال خدمتنا الاستاذه هي قلنا كاودي هن الربيع العربي الربيع الديمقراطي الربيع الديمقراطي يعني فهمتيني زوند اختنيت يدفع المسؤولين السياسيين التسوين قيمن ما منك اتسكشامن فهمتيني الحشمانات غويضي مزي اتنداوين سلسله الاعمال السياسيه الحساب السياسيه اذن قالوا اذن اسهل طريقه يعني الطريقه اللي رخان هي اللائحه بما ان اللائحه انتم غارين تنجح لا تنجح إذن تيبغارين ولا انت غير كاد راك شمت الاحزاب السياسيه تشارن كنت في السياسه اذا بما ان تنجح دارت مغارين اذا يقول هذا الشباب ولكن خلال النقاش ديالنا هذا سموتي غواري سميره سميره ما توريت شتا مش ننتث باللي غير باش هذا عزم طواط يحضرين هذا فن ران اثنين الجن السياسه اللي اختصرت ما توريت شتا شم انايا اذاني غيوش حتى شي حضرين يعني هاد التشريخ وميقان الريع ملي توسنس الريع شنين قراك مرن كان سيور الريع اللائحة هي تيشان شكل ميزيد الجامية تيشان الريع بالنسبة مرا ذاك سي وثمان تيش الريع أمو خلني غل الكوطة دائما نخصصة تيري وثمين أتيري المغارين إذو ثمين يعني الشابات السيور شخصين مشا مري وثمان شكلة الريع خاصة غير وقتها ثانيتين قاع 2011 ذويتي الظرفية إلى يتجان السياق إلى يتجان غير وقت الني الحراك الني إلى يتجان غير وقت الني إلى مفهوم المجلس الدستوري يعني اعتبرت بأنها دستورية قال قرارين 717 على 2011 ولكن يعني يسيختص الموقف السياسي إلى يتجان غير وقت الني ضرورة إدماج الشباب إلى وذين بور وقت وذين بور الطريقة ميزي غتودمجن ولكن بعدا خمس سنين النسبة در ذاك السر وقت نيغ صديع ذاك السر وقت خمس سنين تكمر إلي خصك الأحزاب إلي خصك النقابات إلي خصك الدولة
الحكومه اتخذ الاليات موكس غادي باش تدمج الشباب يعني فعليا في العمل السياسي، سواء اديرين استراتيجيات خطط نير الاحزاب ادين تخليق الحياه السياسيه ادين الديمقراطيه الداخليه ادين من غيجذبن غاسن الشباب، ولكن زيك الاحزاب نير النقابات يخصها تعنقن الهموم المواطنين خا الشاب انت وترح شي غير مياوها يخصها هي في خفين سديني يعني تعنقن تحتضن الهموم المواطنين اللي يعيش نقل المواطن المشاكل اللي نسينا تميزي زعما تجبد انت راه ديمغارين راه يعني راه يحودريين راه يحودريين ما غنغس العزوف الأستاذ السيورخ العزوف ما غنغ العزوف غنغ العزوف لحقاش العمل الحزبي يقيم شي يتأثر العمل الحزبي يعني يتخلى يتخلى تأطير الشباب الدور الأساسي ويدوي شي البرامج ينسني مخي خدم يجبدد يجبدد يحن جانكس خدمن ذي جنت مسري ينث عاوتاني مرن كان السيورخ العزوف 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 الشباب خ السياسه خاصه ديال العمليه الانتخابيه نشت حساب ديجن رد فعل اموت شميد العقاب الاحزاب اللي طبيعه الحال العقاب يعني رد فعل وتمرس نشي لحقاش ودي شي ديمقراطيه قا الشبيبات الاحزاب روخا حاليا شبيبات الاحزاب وسنو شي نشي يمكن سن وتجي نشي الاجهزه الاحزاب مثلا الاجهزه روخا حاليا عن توري وذاني قديما ديني داك السن وسنتي شنشي امكان سن حما يعني وسنت كنشي تيقث حما زمان ثنين خدمن اداوين الصدهاني خفن سن سواء غارين يعني ذي حنجيرين ذي حنجان يوثمان ذي وثمين والعزوف عاوتاني ذي عزوف السياسة نحوذريين زقاري خر الأحزاب وذين شي العزوف زقاري خر الأحزاب ماشي وذين شي العزوف ذي حوذرين تمارس السياسة مراقصان السيور ذي الحراكة غيرة زي الحراك 20 فبراير غيرة ينث تمارسن السياسة سجن الشكل الإمغاء احتجاجات أقل برلمان ويتبدي احتجاجات نقع أقل معطلين أساتذة المتدربين الممرضين قاعين ذي حذريين تنتي السياسة ذي النوع الاحتجاج السياسة العمومية نيجان وذار الأحزاب اللي خصها تحتضن هي بطبيعة الحال الدولة اللي خصها تحتضن الشباب النية سند المطالب نسن المهم يكسن كيس نخدمها ميا انت فروخو غيتارين وغيتارين الاكثريه الشباب قانا كيخصك مخ يعني الاكثريه المقالات ذينا في الشباب ينث فيسبوك وزمان كان شنين لحقاش اصلا مواقع التواصل الاجتماعي الحراك اصلا سني كيبدا دائما الشرارات بدا تزكي فيسبوك وزما غنتجاهل الدور الشباب اللي غادي يدير الى الشباب عازف عن ممارسه السياسه وانما عازف الشباب وايتاج هي اللي خدم السياسه زكي هذه خر الاحزاب لحقاش الاحزاب روخي خصها تلقى الهيكله يعني تلقى الهيكله الاجهزين تلقى الديمقراطيه الداخليه سندوش اتك سندك تيق ثنت السيد فغا الاجهزه سندوش ميغا خدم مكسره كنا خدم اصلا تاثر تقدر خشم سديدات ذا مش سديدات نسا وخا لا وخا غير لا كمرا غير قسقسي مش نلتاث المشكل وتجيبو كاع حوضرين باش تقن السياسة ماشا قيل الأحزاب وقيل كوطا وشو توري الشباب اللي الأحزاب راه تشجع عند الشباب ملي توسن الريح الريح هاتي قيل الكوطا الكوطا ديال الريح في الحقيقة هي الكوطا ارتقري الريع انت ترتقري الريع ما خا ما تقري الريع اشكور تنظم وتقنن يا الكوطه اللي اختي نكان لا تنتي مغارين ولا تين الشباب خصها تكون مقننه تكون منظمه فهمتيني وخصها انت خصها تكشم قانون انتخابي خصها انت القانون الناس باش تقري اشكون يخديتي ويتيات الاليه وتتنظمت هان ضروري لا تقري لا تفتوش الريع تشتو واحد وتسرعي ما خرجت تشتو سرعي اشكو افغان اللي لا لغا الاحزاب ولا غا الدوائر الحكوميه نتيني دارسن يا السلطه راكي السلطه اللي دارسين لنا انت راه استمارس باش مثلا هذاك لنا لا هو هاتي هو هاتي خصنا اي لغلائحه وضوا سواء داخل الاحزاب ولا داخل ولا أخو جنس السلطة الصورات كله تنت كل
كلوتن السلطه كلوتن وراه غير السلطه الاحزاب السلطه كلوتن وليني يختي تيبيتي اللائحه زغيلي سكان الدول الديمقراطيه تيبيت مثلا ديال الاليه وليني راه سكرت القوانين نس باش اي واحد او اي واحد في السلطه يعني تيخضع انت فهمتيني اريف النوم القانون تقدر يخشم واخا اذا القانون راه لقيت لي المعايير ديال الاختيار لقيت لي واحد خصيان ومزرف ضروري الاحزاب غادي نضمن المساله يا ضروري ضروري ماشي غير الاحزاب ولا الحكومه أي وخا. ولا وزاره الداخليه حيت انت تيا المسؤوله الاولى شكون انت تيسكر النظام الانتخابي اذا هي اذا انت مطالبه باش تنظم تقنن اللوائح سواء انت لوائح انت مغاربي نختين الشباب واخا ولكن بلاتي انفاريان الروبورتاج الناس انفار اورا كيدم نقيمك روبورتاج النادي حسيسو كاينين ما صغارش الدورة ختاري والصيود نمخومبر، التموكراس دوين ندى تحت الجاني عريمنا منيهني، دوين ندى التنين ماسي خصا تيكسن، إدغ ترشيحات نوطو نيكابارن وردزرين سيادة غراسة ديمقراطية نيلا الصفا. نش ضد التمثيلية اللائحة للشباب، علاش ضد التمثيلية اللائحة للشباب؟ لأن الشين والقيادة الأحزاب وتختارش المعايير اللي خصني ندير ماشي زعما تحترمش الكفاءة وتحترمش القواعد وتنطلقش التمثيلية زي القواعد نورمالمون خصها التمثيلية ديالي تنطلق زي القواعد الأحزاب نشتي نتفاجأ خمي تطوض الانتخابات نتفاجأ أسماء تسرسين ديال اللائحة ماشي ديني الأسماء اللي كينخشين مثلا ناشطين داخل القيادة الأحزاب وداخل الشبيبات الأحزاب المانيني اللي خمانيا شي شقاق نش ضد اللائحة وضد الكوطة بصفة عامة الطريقة زي تيخضع اللائحة يعني الأحزاب تيخضعن اللوائح دونك أغلبية تيرين دين ربعة وظن حتى تيرين حتى برلماني بلا جينج جندة برلماني تيخضع ميس تيرين برلماني دونك هذا هو المشكل ولكن ميتو غادي شويه الديمقراطيه ديال الاختيار اللي غادي يعني التكافؤ يعني الفرص جا يعني جا الشباب من حزب يعني تيلي خاصني نجن اهميه للائحه ارتغيم المسؤوليه ني كبار ندغي الترشيحات ني ستين غي فخيلان اسدانت بين تغارسين دواريت ديمقراطيه تأدد ستين عريم بالاطور غير ميلان تيزمار نتسرتي التوسنا دان ادا سينا نزوم ني مغربيين سلعام تسوما تاي عريمنا كاين واحد المنطق انتهازي وصولي يعني داخل الاحزاب ججني كبارن كل نخدا نتيسين مسكويوك الا ايشانو دغار ارادي الصيود الرونس دوين ناسين ملان نهني عدل نتنيت ديكون هن حمادين قيادين دادام زندارا سيدغار نختار ججنو كبار دسنتو تين تنباط ورد التكان تغضفت المناضلين يعريمن سوما تيمش دا تيسين مدن يعريمن تيوسن مجهد شوي ججني كبارن الشبيبات لدى الشباب ما هو معروف لدى الشباب من نزعة يعني حماسية واندفاعية داخل الأحزاب وداخل الشبيبات أجد أسماء رنانة دن تفغى سيسموني ختار نأتيوسن أيدي لانجاج البرلمان ديوضن إضغن مالاني القيادات نغد غارسن شانتاز دايين قوداسن دويات خيديو جاني عريمن أدور كشمن غريقر انتسرتيت هو اللي كيخلي العملية ديال النفور من المشهد الحزبي ترمي التزرين أن يعرمني لن يسقي من النواب الغلط نس تزيل مشهد سولورتي ويدش غرو الندى التنين زيدي سيعرمنا إمشي يساد خفي اللي سنسن ران يعرمني تساول نغيف سنخفي زرفان سندونو في انتموكراس الندى التيديرنا هاد الشباب هادو حقو مكتسبات يعري مناد خدمن إيوينش المكتسبات مشان كيندة تنايخ ماس تون وينهن الصيود غير البرلمان نراه ناد مناد خدمن جميعا حمد بالدين من يد الإقصاء نعري من أريد تخدمن غسل جوندات نيكا بارنسن في 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 انتماءاتهم السياسية أنا مع أنه الشباب يتحملوا هذه المسؤولية إخصى يعري من أدا سينا نزوم داد خدمن تعرمة مغربية أمتي سوفيزرين موتن تومزن حمد الزنخ في المستعمل عمير حمانا ودنكني غروي نغرني ودنكني ورنغي نخدم دنادل حمان شمل غراس ضحيو حتى بالمبادرة أنا كتجيني هذا تخاذل أريت غيما ونروزني عريمن أتيليتا ديمقراطيتي اللائحة نعريمن أحمد ستيني عريمن غينا دكش من غر البرلمان سيولا نخفت موكراس نتعور ما تم غرابي تدين ومن يدزي ومن يدنين أحمد سعر من يعريمن أدكش من دا دامون ودنهني كبارن داد نادلنا ودنهني يسين ما سودنهني ينواس دنا داودنا ودنهني غريم ماسن القرار
سميرة أمش نزدرا غير روبورتاج أولي يحضرين الأحزاب يمصبضة دين قيقان إخسا واتيرو دين قيقان إخسا تيري ماشا إخسا دوقان المستارة نغزير فان ذي وذان يغي خضاني حضرين أديرين قي المستوى شمم شتواري دمنا يا أي روخان شنين مخن نزار قانا روخا قي الفترة يعني نسوجد الانتخابات 7 أكتوبر إيران تراجع في الحقيقة أديري يعني أخضع نغي وقعني حذريين يديري زيادي خير الأحزاب زيادي خير الأحزاب يعني يديري المناضلين الشبيبات نيال المناضلين الشباب يديري الأحزاب وفق مساطر مقرات السيور الأستديجينين أديري انت مساطر محددة زيتي خضع بطبيعة الحال أديري انت مساطر محددة وخضع يعني مخا أخضع يوذان نغيرين نغي مثلن الحزب مثلا المؤسس يعني المؤسسة التشريعية لكن شنين روحها يبدأ يتوضع نغض يعني نتسرى بإلا نفس الممارسات من نفس الممارسات نقبر عاد يعني عاد جنت روخا نتوارى بإلا ذين تسكيات طاوان سن يعني مقران طاوان سن يعني الشبكة فاميليا تنسن العلاقة تنسن تجاهل تام في الحقيقة ذين تجاهل المناضلين جاني ركتين يعني خد من قي الأحزاب قاع ربدا قف قي الحزب يخدم الساري ويني قي جاني خسسن يمغناسن الأحزاب يخسك غان زاقي مجلس النواب يقي جاني أغسير يعني يجن هذه الزمالي تحمل المسؤولية ما غاوني ذي جن الشباب مكون الشباب مأطر ذي يني قد جاني خساسين نفسين يعني ترجم الهموم نيوذان الهموم الشعب ترجم من المؤسسة التشريعية بطبيعة الحال ولكن تشميتيري يامي يدقال ممارسات مخروقها مثلا الفترية 5 سنين نعذان الشباب نيجان حاليا قل البرلمان في الحقيقة وروشين شي يجن الطابع يعني يضها هذا خساسين سيور الحصيله تنجديني اذا نزل يوذان الاحزاب من دان غينين فرنا وكنوا مثلا تصور دي جيلي خد ديمقراطيه بالطريقه دي زيتي خضار زي فارن يحضرينا حس بنونا كبر الاحرار يمشي ابريدي كي تطفى الكونيغ تجمع الوطنيين الاحرار يعني اللجنه التنفيذيه تد الدرس القوه ديال القرار كي قلت الشباب اللي دان عشرو سن سيفيات نسن تصاور نسن كل شيء اثنين أسكر يعني العملية ديال الاختيار والعملية ديال الاختيار المواصفات ديال الشباب هي المواصفات كلها بحال دابا في 2011 كاينين ديال المجموعة المواصفات بما فيهم النضال والكفاءة والمستوى الثقافي يعني الشباب ديال التجمع اللي دخلوا كلهم تبارك الله عندهم مستوى عالي ثقافي مناضلين يعني هاد القضية يعني تماضون تدفت سوى التكيير سوى الأستاذار سوى واحد المجموعة ديال الأساتذة اللي كان المجتمع كمري سوى غوسايا أيه اللي كان فهمتيني الانحياز مثلا العائلة كذا تلا تماضون تلا الأحزاب كل شيء الأحزاب لا غلا إحنا تمغارين ولا غلا إحنا الشباب واخا نسيتي ملاوي تزور بعدا سلا إحنا تمغارين نسيتي نسيتي ملاوي تغيميشا سميرة مسيرة الأحزاب كحضريين تخضان زيتي فراسي كسين كحضريين انت تيري ثغوري أديرين ديم غلاسان مسيرة شمتواري دماني كحضريين وصوتا سنسن باللي مؤسسة شرعية يخصي ودانا ديري سنس شوي قيد تشريع باش دفعا أخي غادي نغ خميني تخساني مزداغ بصفة عامة وخصوصا هذه القضايا اللي حضرين سيخ في السن أنت مراد خسانيني البرلمان يعني مجلس النواب غانغ من 80 برلماني برلمانية ينث من 80 صور برلماني الشباب زعما 30 حضريين يغانا المقاعد الكراسه يسنوشي خصاص قسي ما ستيفت حضرينا يتخضع الاحزاب ستيف غرين غاسن تيزما دي مغناسن واش دنتين فعلا غاسن المستوى خصوصا السنه لا يجني تي عدم زين مره ويسين بوغي تشريع ويغرين ملي ويسين القوانين ويسين يمشي يجي تي تشريع ويزما شتوري غادي يدافع شوف المستوى التعليمي نتين غاسن المستوى التعليمي الاكثر يا الشباب التمغارين ذي مغارين بالخصوص الشباب غاصن المستوى التعليمي بالمقارنة يجازن يعني قل لوائح النظام من يجن ضعفان يا يعني من يجن شنو كيس نتفق شي هو تشمتي وين شي المناضلين الأحزاب ومشكل من يتغى
يطغى انه واش متسنى ذو شن التزكيه تيشنثن يوذن عباره للحزب نيغ تيشنثن يوذن وشو تشقه كل شيء دسن غاصن المستوى الثقافي ناث ولكن المستوى التعليمي غاصن المستوى التعليمي مش غاصن شي تجربه تجربة سياسية قاعي وجين شيء مضطرين سياسيا باش تحمل يعني المسؤولية ذيخر الأحزاب أذيخر يعني المؤسسة التشريعية ومين دين نغني مين دين يجي المشكلة نظن روخها برد تسكية تسكية خاروخ روخ يتوضع نغدر خبا بإلا روخة تشن تسكيات يوذاني قد جنو تنستيه الجنشي يوش ماسي يو ماسي يجي سيد مغاقينس أيه يعني الممارسة بذن تسلاثن تسكي روخة وزقي الأحزاب يمقرانا يجي سور خطة ديمقراطية يعني الشعارات نقان على مستوى الممارسة يعني على مستوى الواقع وتنترجي من شيء وتنظار شيء على مستوى الواقع عقد ذات الممارسة يعني نقبر ثانتين من جهة زكيج من جهة تنغني روخا الشباب يعني عذان راقات نقل البرلمان روخا خلي ذين الشباب يجن مجموعة الشباب يجن نسبة الشباب الشابة تقف ديني مش سنة 18 المسؤوليه ودا سنت 18 المسؤوليه ودا سنت وكسن كاين شي تيقث وسنت قد شي اجل الاشراك نسن وسنت تويري شي وروشين شي جل لمسه يعني اجل 80 ديال البرلمان هي البرلمان يعني يعني قاين دينا باش قال ما سنديني وخدم شي باش ندافع عن القضايا هذا نزا سقسي باش تنوت مثلا واش من هي تدور غكني والاحزاب من زي يوداني في جيم 2011 باش ديرين دي حضرين غادي عريم ديال البرلمان وتجين بوكو المستوى الثقافي خصوصا كيما نيتوسن التشريع نسن كمؤسسه تشريعيه خصها دايرين دي سودان سن التشريع كيما راه القطاعات هي المستوى 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 التعليمي كا مهم بزاف غير كان المستوى التعليمي حتى المستوى التعليمي كيخصها كيسير ماشي لنا خصها دايرين غاسل تكون التشريع ديال القانون السياسة الممارسة السياسية داخل الأحزاب الممارسة السياسية والتأطير هي بصح يعني صح نيت خاص الأحزاب السياسية فهمتيني ولكن خاص بحال اللي قالوا في روبورتاج يعني هادو يعني داك الشباب الشبابان اللي خدم من الأحزاب السياسية اللي تي هو اللي تخدم من تي الشبان تخدم من 18 20 21 أرتي تفرغ الأحزاب السياسية أركش من الحملات الانتخابية فهمتيني أرت كان واحد المجموعة ديال انتي ويري وين المرشحين يعني الخدمة اللي تخدم من المرشحين هاتي أرت نتأهل باش مثلا باش يسن مملكة نسكن الحملة الانتخابية فهمتيني علاش البرنامج مملكة مثلا البرنامج أريد تمود ولي الناس في الحملة الانتخابية أرس يعني هاد يعني كنعتبر أنا اللي كان مثلا كنعيبوا على الأغلبية ديال الحزب السياسية هي أرتخدم من غير لوقت الانتخابات واش ستي 8 جحت مثلا لا ارتخدم من غير سائر ديك خمس سنين واني غير مثلا ارتنظم كرا الندوات كرا كذا واني ورنتفت مثلا داك يعني داك التطوري مع الشباب قلت لي المغرب غير كيدير حتى كيسير المشكل ديالنا نتيجه هو كانت الشباب ارتخدم من غدور الشباب ارتفت دور الشباب ديت المحاضرات ديت هادي الشاب اريت يسن المشاكل اللي كلشي تيمو كريتين اللي غدو لانس ولات نتي السن 100% وليني دارس كرا المعلومات على كلشي تيمو كريتين غير كاد دور الشباب موتنت الاحزاب السياسيه ارتخدم من غير تقريبا 100% غانتخابات ولكن مثلا هذيك يعني الندوات اللي سكارن يعني خلال ديك الخمس سنين دروسنت والبهره فهمتي يعني هاد العمليه ديال التاطير راه مهم يعني تقال مهم بزاف زعما سميره ما تولي بزاف تماش انت يعني الاحزاب واخد بنبور خدمتي باش السرم ذني حضري ناقي الاحزاب نسن واش انت شنبو ثينيد حتى غادا الانتخابات ومن هي خد غير يجي مثلا حضري ناقي تا في البرلمان تيرين خوان يلو غاصنبو في زمار نتسرتيت باش اذكر من الخدمه ديال طورين التشريع انت السياسه يعني الممارسه السياسه انت ذيج الوسيله لخدمه الوطن للمواطنين
يعني المناضل مرا تمسري ثلاثه تي وغاس تجي شي مليح ضدها مليح حتي مليح كي العقرينس الكارثه ومنين تورروخ لحقاش الاحزاب نشنين الاحزاب الاكثريه زمن دورا نسني الاحزاب خدمت الاكثريه شمتا في عراني قيم دروس الانتخابات روخ يالله وذكمير عام زقومي بذان الاحزاب خدمن تقلنا خدمن الزمان ناث انت تيري خصيصة اديري العمل الحزبي يعني غادي يري الحزب ضواثين صات الناظم يربدا يربدا اديري شو سوا عاوتاني شو سوا خ الحزب شو سوا شي خربات الضل بيضا اللي غمراكش نغفاس السواخ المغرب من يكمل حتى المغرب يوكجن غادي يدير المغرب يوكجن المناطق يوكجن غير كامبويات كي لحقاش الكامبويات انت راح غاصن طلبي زكو ذا ناد صوتن وانت دي صوت خي وذا نوثني السين نيغ حتى ذا الساوي دي جن اللائحة انت وذا ندي نوثني السين قاع مثلا مخروخ اللائحة يا الوطنية انت ويا سني جن مجموعة يوذان وعماص انت وثني زري فهمت قضى بنادم يصدق يا رباط نيغ بنادم يصدق ديها غيرسيش كاخ الصوت نيغ الممارسات كي جنتي جنتي وذان وتكشي الناخب سيخ فيسو تكشي الثقه باش هذه راح هذه صوت هذه راح ني هذه صوت وري خلي راد ترشحنا عباد الله وراه غادي دائما قاق العمل يعني خدمه الاحزاب خصها تيري طوال الفتره خمس سنين اذا المده الولايه هي خمس سنين هذه ريد انت المواطن خمس سنين زقاميه كيسي يعيش قاع بميحاني نص قاع مي خصها تكن اكيسيري ويجي شي حتى هذه قارب الفتره ديال الانتخابات عاد نشي الزغمة جن مغارين وحقا بانه جن بون مغارين ما تجي حذريين ما دي مغارين يروحوا حذريين قالوا خاطش من قاي حذريين نقاك سنتي وثمين سنتي وثمان يعني شو جي شي دراجة حتى الفتره ديال الانتخابيه عاد نشي غير راح الزخ مغاري احمد غير الاستقطاب احمد غينات العكس يخسر خدمه تاثيرين واخا دانيتين انتفارج الروبورتاج نزار وري حذريين من غينين الاثنين بالنسبه للشباب واشتراكه في الحقل السياسي وبالنسبه لكوطه الشباب في العمل السياسي عموما كنقول باللي راه هو الشباب ما وصلش واحد النضج باش هو يكون فاعل في الحقل السياسي هو دابا مفعول به وكيجر معاه واحد بزاف ديال الناس بزاف ديال الناس اللي تايقين فيه بحكم انهم شافوه في لاج ديالو غيدافع على المشاكل ديالهم غيدافع على الشباب اللي في العمر ديالو ولكن هو شنو تيدير فاش كيوصل تيدوق الفلوس هذاك الوقيته فاش هو تيدوق الفلوس صافي تيتانتيغرا في هذاك المجتمع اللي هو فاسد اللي هو اصلا مدنس تقدر تلقى مثلا واحد اللي هو يعني عنده 50 عام ويقدر يعطي وتقدر عاوتاني العكس تقدر تلقى واحد الشاب وباقي ما عرفش عاوتاني تقدر تكون نفس الشيء يعني سي با ان كريتير ديال هاد القضيه ديال الشباب يعني سا ديبوند لا مونتاليتي ديال لي جون كي دايرين واش باغيين يخدموا البلاد واش باغيين يعاونوا الشباب بالنسبه لي انا يعني ديك البورسونتاج اللي عطاو ديال ان ديك 30% ديال الشباب اللي يدخلوا البرلمان ويخدموا الشان العام ديال الدوله انا بالنسبه لي مزيان باسكو كاينين كفاءات في الدراري اللي شباب اللي صغار كاينين كفاءات وماشي ديما يبقاو هذوك الناس اللي يعني في ذاك لاج الكبير واللي تنشوفوهم ديما في التلفازه واللي عندهم نفس الافكار ودي فوا تلقاو عندهم مشاكل مع بيناتهم مساحه ذانيتين باش نزرو قوار حذريين سوارن خل الكوطاني غير حري من يجينو خذي البرلمان كنيون ما باش توري من الحصيله غير جاتني حذرينا كي مجلس النواب كحزب الاحرار كبرلمانيين الحزب نو ممكن يولي احرار اي غد مش كنسول في الحصيله اش قا نسول في الحصيله غير كا واش قا فلاس نسول ولكن يعني وليني سميتو النتيجه تلقى ايجابيه نتيجه تلقى ايجابيه تقريبا 80% تلقى ايجابيه اشكو الشباب اللي كشمت البرلمان وانت شو باش يكشمت البرلمان ماشي غير باش يسكر التشريعات حيت ملي وليد افغاني او كان يكشمت البرلمان رئيس كله يزوران السياسه عرفتني انا صراخ البرلمان اشكو البرلمان اريس كاتوري غليجان اريس كويوس الوزاره يستر كل شيء ما منك ما ملكه ست تفسد الدوله من الاليات الدرسيه الان
اذا ملي كي او كان يكتم في البرلمان اذا انت ريت تفقه يعني ماشي لماذا تكوين انت وريكش فقط باش 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 يسكر مثلا القوانين فقط لا قوانين ولكن يعني يعني اتيب اللي هو عضو يعني فعال وفاعل يعني وتيعرف ديك الشرايين فهمتيني يزوران كل شيء فهمتيني الدوله مملكه تفتو الدوله المملكه يعني السياسه العموميه ما مشيتش السياسه العموميه ما اذن ما اذن يغزري سمو سير اردي تفوق دار سي التصور الجديد واخا اردو التصور اللي دار سنان اللي غوري اشكون اللي غورتي كشم اكيد تيري ويني الناس افكانان وسنة تسكن غيكا ويني واخا امشي نزا سميره انت من غاثيني كي رغي تجث مش توريد شم رغي تجث ان الشباب يدي جان كي البرلمان روخا يدي جان شم باش توريد شم ديش تنتحو دريت وتضفارد يعني ما راه خصنا نسيور وانت يعني التقييم اللي الحصيله الشباب اللي قد جانكي يعني مجموعه من الشباب قد جانكي البرلمان في الحقيقه ولا ندير بيض شي يجن الصدى يعني يجن الخدمه توامق الشباب يعني يروشين شي يجن الصدى هذا مقرا عاوتاني قا خلي الفرق البرلمانيه مهم المسؤولين سن وداس نشين شين هاد الاثنين يجوا مكان يعني وكسن كين شي تيق حمد زمان تحمل المسؤوليه حمد زمان تصدهاني يمكن الخدمة نسن هاد الشقا يمكن منايا ويمكن وانت نديجن السبب عاود نقا خلي يعني ودين شي يجن مجموع ديني ديني وذان زعما مليح غاسن مستوى ثقافي غاسن ديزما ولكن دين الشباب اللي جان عمرو خصنا نتسري دين مجموعه الشباب اللي جان وزمان تسير بالا يعني ورين دمياس العلاقات ذينا عاوتاني انشنين من تاخذ الشباب من البرلمانيين نعلان انت اخذ خاصن انه ورادين شي جن التكتل نيغي جن وخريق شي جن الشبكه التواصل بعد جلسه البرلمانيين عباره عن الاحزاب نسن يعني يدقني جن يجن اللوبيين جلسه حماد زمان الدفع عن خلق قضايا الشباب يرودين شي عاوتاني خلي ديجن مشروع متكامل للشباب اصلا يعني مثلا المجلس الاستشاري للشباب المجتمع المدني يعذا يعني يفرض القانون الميت يعني السوفونتيك القانون الميت الحكومه فارغ زق المحتويين التشريعيه مخ مجموعه من القوانين يجي تجان بالساسيتين ديال الحكومه روخا كاروية تهمة التنزيل التنزيل الحقيقي الدستور يعني وشينشي جن بسمانصن إناث مختص قان وينشي لوبيين جراسن داخل البرلمان ماشي عاود وينشي جن تشبيك نيغرو دينشي جن التواصل جراسن جاي برلمانيين ذا الشباب عبارة عن البرلمان المجتمع المدني المجتمع مثلا المجتمع المدني نيغ عاوتاني الجهات نيغ على المستوى المحلي واخا باش سقسي النظام باش علينا نكملوا القمش بويه تصنح شويه سنزرة لا مش هو راه ما هو تولي القيمانه حتى يحضرينا خير دليل انه نتسرى راه حنا رئيس الحكومه تار نزيس باش هذا سنوشن الولايه ويس اثنين لا شباب مش توري مانايا لا 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 كي يخصى يخصى ويلي يزرين غير اللائحه غادي يوري ورين حيت يورين هذا هو الريع يا غير يورين هذا هو الريع يخصنا غير يورين يخصى الشباب اللي يزرين غير اللائحه خصو اللي يوري باش صح نيت نران كوني يعني يعني يكبرني سواء على الاحزاب سواء على الحكومه سواء على الدوله ران بصح تبدل النخبه السياسيه اتليت النخبه السياسيه كانت الجديد واخا انا تيقول غير اسقسي كي راه كي في نفس قبري تقول غارس إيه؟ ما هو توريد باللي حتى المشكل باش نبدل النخبه هذه اللي حاضرين الجديد ديما يوثن يخصها تغير مشى غير كي المحور نربط وها كي المركز يخصها ديري حاضرين غير خضع ندير لائحه الشباب 30 اديرين زمار المناطق المغرب إيه؟ لا ولكن هذه الاغلبيه الاحزاب السياسيه يعني بحال زون دغين اللي نخصحت لي كيقاتيان درتيات الديمقراطيه دونك ردي تشكل ندينا المناطق كامله مناطق شكون ولد لي غير الرباط الدار البيضاء هاتي لانت المناطق اللي كيسن مثلا كبار الاحزاب اللي خدمن اوفن ولد لي الرباط اللي غير الدار البيضاء إذن ما غي وريت يوم كان اللائحة الشباب الكيسيلين غير تروان الرباط نختاروان الدار البيضاء غير كاد بحال دابا الحيت بدارنا
مشى في اتجاه الجهويه. الجهوي واخا نقول لك الجهويه. انزا ما هو لا غير سميره غنبدلو غير واش غير هذاك هذاك وليد نكي راك ستيني هذه يعني سميتو يخصى لحن شباب والنيزري او يعاود. صافي انزا سميره ذانيتين شممشت وريد يعني خبيتي خدام غير زياربات وتؤمني غير جمهور النيض يعني يمكن شم اتيري ذاك يدي بكوار 30 غادي نغيتي الشن نكراساني اي حدرين وها وتتوين بوسط غروت نسل ما غاملش ماش توريس شم ديش ندافع صح طماط ودقنا زينه زين ذي غنقل مناصف مادام اثنين وشي ناس اديرين مثلا 15 ديو 8 15 ديو 8 شممشت وريد ثمرة اديري. اي تث منير خصنا ذين يجيني تيران السوار بانه الاحزاب قان منو تبكن المنيره قان قبري رقانا خلي مره قلت نقول لائحه قاد 1500 1500 ماشي نشي نزرى المرات الزري مروخه القانون التنظيمي 2016 المجلس النواب وديوي شي الاليات انت وسيوي شي بالا تيري المناصفه كي يعني جاي حودريين تحودريين وخاص يسيور شي دار وخا تغيما دام سريثه قال الاحزاب الاثنين مره خصن اتقن يعني تغيما غاصن اثنين على حساب الاراده نصن السياسيه هي مخصن ما خصنا تقني غو تقنش يعني شي خصها كاينه غو تجي شي ودي شي روخا كي القانون. هنا الاستاذ السي والخلا لوائح الجهويه في الحق بين المطالب اللي شينا الطلب ما راه تقيم اللائحه هي راه خصها ساتيري جهويه هادشي تقد لوائح جهويه تقد ذاك مثلا دي مغارين وخاص تزرع سميره دي حودريين يوداني يودان المنطقه السني يوداني السني سنو ما تيشن الصوت نصن لوائح جهويه بس المنطقه باقي زعما هذه خدم المنطقين ماشي شميت تاوي ديال جنس كاربات يخدم ياربات الجنس هذا يخدم الخسيمه الحاسه هذا يخدم النادور اذا ثبتيني غيرينا يغيرين كي البرلمان يجي تقور ضم مزيان مي خصنا شادين يحضرين جن كي البرلمان ياخذ حضريين غيرين كي البرلمان يخصن اتسن بان السياسه مخنا غيجي تنتج الوسيله حما نخدم المجتمع حما نخدم الوطن حما انا يعني انا انيري كوذوارا ربدا اجي ودنا اكيد نمصوض وندفع الصغار ماشي غير نمصوض اياس ناوي دا الصغار نصن عنصون المكتسبات ادناوي المكتسبات من الله. نسيتي ذا شم مالا سنتيني ذي الريمن يحضرين يغيرين كي البرلمان خصوصا كنون يحضرين الاحزاب نون. يحضرين الاحزاب يخصن تولي بعد كينا تدافع عنا على القضايا الوطنيه كي سنتيني ورد غير قضايا الشباب لا. خصات انت غير خشمت البرلمان غير خشمت الحكومه خصات القضايا الوطنيه خص يعني انا يعني انا انكي ارتيني دائما اودي ولاتي مغارين ولا تمارت انا كيت اللي تتكتا برلمانيت يعني المواطنين كان لي الثقه عتي اللائحه الوطنيه وكاين مشكل المجلس الدستوري يوافق في الناس ما خميس نشكشمت مع اللائحة نتيني العادية إذن فرا إذن مدنا نهتري قانت تيقا خت مغرتين كوس نيخت سموس نيخت إذن خصان تولي نتنتي فهمتيني الحضريين الدافع نخصان القضايا الوطنية ذاتي أمش ناني من جوني كيدين سيتي من حضريين يغيرين قلب الرمان سيدت السقفا والدافعا اختي غاوسي ويلي قيقنن غويذود نيغ نتمواطن المغرب تقاضي كان ايثماثنا سويثماثنا غي كنا غي فران اسديه مش تقاضي غا تابع حتى التقنيين ديال غمسان ورضو مصفوغ باللي سعيد كنا غي سويزان وقسديه نتم صفا ذاك يوم امسا كارنا غادي مين ديوسين